اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بفيديو جديد معكم نبراس من قناة براس سبور. اللي عم يحضرنا اول مرة بتمنى منه الاشتراك بالقناة وتفعيل خيار الجرس حتى يوصلوا كل جديد. بهذا الفيديو بدنا نحكي عدة اخبار بتعلق بمنتخبنا السوري، وبدنا نحكي اخبار الكابتن يوسف قلفة، فبتمنى منكم متابعة هذا الفيديو للاخير. عم يتراجع منتخبنا الوطني السوري بالتصنيف الجديد الصادر عن لائحة التصنيف الدولي للفيفا اليوم الخميس. عم يكون منتخبنا بالمركز 87 على مستوى العالم، مركز 11 على مستوى آسيا، والمركز التاسع على مستوى الوطن العربي، طبعا برصيد 1277 نقطة. طبعا هذا التراجع كان بسبب النتائج الأخيرة اللي صارت لمنتخبنا السوري بمباراتي إيران وأوزباكستان، لأنه باقي المباريات ببطولة النهر هي مباريات غير مسجلة بالفيفا. أما بالنسبة للأرض الافتراضية لمنتخبنا اللي حيخوض فيها مباريات تصفيات كأس العالم وتصفيات أمم آسيا، عم يأكد رئيس الاتحاد العربي السوري الأستاذ محمد فادي الدباس اعتماد الإمارات العربية المتحدة أرضا لمنتخب سوريا بهاي التصفيات، مثل ما ذكر تصفيات كأس العالم ونهائيات آسيا. طبعا بعد ترحيب كتير كبير من الاتحاد الاماراتي لكرة القدم باستضافة مباريات منتخبنا السوري. سبب اختيار الامارات دولي لاستضافة مباريات المنتخب السوري وجود جالية كتير كبيرة تدعم المنتخب بالمباريات. كانت ابرز الاخبار السابقة عم تذكر انه من الممكن انه تكون دولة العراق هي ارض سوريا الافتراضية بتصفيات كأس العالم وكأس امم اسيا. طبعا مهم نحن تحقيق النتائج ان كانت لعبنا بالعراق او بالامارات. بنوجه تحيه كثير كبيره للعراق واهل العراق ومساندته للمنتخب السوري بجميع البطولات الماضيه. بالخبر الاخير عنا عم يكون تغطيه اخبار اللاعب يوسف قلفة نجم منتخبنا الوطني، بنتمنى له كل التوفيق. المنضم حديثا لفريق العربي اللي انتهت المباراه بين فريق العربي والسالميه بفوز فريق العربي باربع اهداف مقابل 3 اهداف لفريق السالميه. وشارك الكابتن يوسف قلفة بالشوط الأول من عمر اللقاء وسجل الهدف الأول لفريق العربي من ركلة الجزاء. حبينا نذكر هاي الأخبار بشكل سريع، رح يكون في عنا فيديوهات تانية نحكي فيها بالأيام يلي جاي. طبعا بتمنى منكم متابعة صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام، رح يكون في عنا تغطية خاصة وبث مباشر لمباريات هاي البطولة. رح تلاقوا الروابط بالوصف وبأول تعليق. واللي بحب ينضم لرابط جروبنا الخاص اللي نحن أنشأناه عبر تطبيق الواتساب كمان بلاقي الرابط بالوصف بأول تعليق. لا تنسونا من دعمكم واللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل جديد. شكرا لكم.